في العام 1954 قدم ألفريد هيتشكوك فيلم النافذة الخلفية ذا الحبكة التي يعرفها الجميع. جيمس ستيوارت المصور الصحفي كسر ساقه وأرغم على قضاء وقته يتلصص على الجيران عبر النافذة الخلفية. هنا يكتشف على ما يبدو له كجريمة قتل ويحاول فك تلاصمها. التلصص الذي مارسه ومارسناه على الجيران في أول الفيلم سوف ندفع ثمنه غاليا من الرعب والتوتر. تذكرت هذا الموقف جيدا عندما قررت زوجتي أن تبيض شقتنا، وفي هذه الأمور لا كلمة للرجل من أي نوع. سرعان ما تظهر دلاء الطلاء وعلبه والسلم الخشبي إياه والنقاش ومعاونه خبيث النظرات، وتفوح رائحة المذيبات العضوية ورابع كلوريد الكربون، وسرعان ما تتكوم حياتك في ركن ضيق فأضيق. قلت لزوجتي إن وجودها مع الأولاد غير مناسب، يمكنها أن تذهب لتقيم عند أمها طيلة فترة العمل. طبعا أنا لن أفعل ذلك لأنه لا بد من البقاء مع هؤلاء الإخوة. هكذا صارت حياتي عسيرة جدا. كومت كل لوازمي في غرفة الأولاد وسرت أمارس ذات الحياة التي كنت سأمارسها في المعتقل لو كنت شيوعيا. عند الظهيرة يصل ابني حاملا بعض علب الطعام فأنتظر حتى يرحل العمال ثم آكل. أنام وأقرأ وآكل وأدرس في مكان واحد. ومن الطريف أن هؤلاء القوم لا يتصرفون كأي عمال في أي مكان بالعالم. يبدأون العمل فلا يتركونه حتى ينهوه، إنما هم يبدأون 5 أعمال في أماكن عدة، وهكذا قد يمر أسبوع كامل دون أن يظهروا، والمهمة التي كان من الممكن أن تنتهي خلال أسبوع تتمدد لتأخذ أشهرا عدة. كانت التسلية الوحيدة المتاحة لي هي أن أنظر عبر النافذة في غرفة الأولاد وهي تطل على مشهد لم أعتده وربما لم أره في حياتي. الشارع عريض متسع، وهناك بناية شامخة مواجهة لي تتناثر خارجها أجهزة التكييف. هناك شرفات بعضها مزود بستائر وبعضها فيه نباتات متسلقة جميلة. كان مجال الرؤية بعيدا فعلا، لهذا كان من الصعب أن ترى السكان بوضوح. وقد أراحني هذا، على الأقل لا يرى أبنائي ما يحدث لدى الجيران. إن ابنة الجيران التي تقف في النافذة على بعد متر من نافذتك صارت تاريخا يمت لأفلام شادية. صرت أجذب كرسيا وأجلس جوار النافذة أراقب الشارع، ومع الوقت صرت تقريبا أحفظ كل ما يحدث. متى يمر هذا الرجل ذو العكاز؟ ومتى يمر الرجل الذي توحي مشيته بشلل نصفي قديم؟ ومتى تتأود تلك الفاتنة؟ ومتى تمر بائعة الصحف؟ ومتى يمر بائع الخص بعربته؟ أعرف متى يفتح المطعم المواجه لنا أبوابه، وتقريبا أعرف زبائنه بالترتيب. صورة جيمس ستيوارت لم تفارق ذهني، وحمدت الله على أن بوسعي أن أخرج وأتنقل لأن ساقي سليمة. لا شك أنه كان في عذاب حقيقي. في المساء أجلس أحيانا أمام تلك النافذة وأراقب الشارع. عندما يسود الظلام تكبر النوافذ المحيطة بي وتصير أوسع. كنت ألتهم بعض الشطائر عندما رأيت تلك النافذة في البناية المواجهة، البناية البعيدة إلى حد ما والتي تقع على نفس الارتفاع. هذا يجعل الرؤية محدودة كما تفهم. لو كانت تحت مستوى بصري لكان المشهد أفضل. هناك جهاز تكييف صغير من نوع النافذة جوار الإطار، وهناك ما يبدو كأنه غرفة لكني لا أتبين محتوياتها ما عدا تلك الثريا البرونزية القبيحة. لم يعد أحد يضع ثريات كهذه منذ كنا نبتاع الثريات من ضرب البرابرة. فجأة دخل مجال الرؤية رجلان يبدو أنهما من الحرفيين أو العمال، وكان يحملان شيئا ثقيلا. بصعوبة وضعه هناك ثم وقف يتكلمان.
فعلا الرؤية أوضح بشكل لا يصدق في الليل، من المستحيل تقريبا أن تميز شيئا من هذا في ضوء النهار، لكن الأمر بدا لي كأنه خشبة مسرح. هذا الذي كان يحملانه هو مقعد على الأرجح، مقعد عملاق قبيح فعلا، له مسند رأس عال غريب الشكل، كأنه من فيلم خيال علمي، ومن الواضح أنهما وضعاه بحيث يسند ظهره إلى جدار النافذة. لا بد أن هناك مكتبا تحت النافذة بحيث يعطي الجالس ظهره لنا. هناك من يجلس وبالطبع يختفي بالكامل خلف المسند، يدير المقعد ليختبره سعيدا بنفسه. مبروك يا سيدي، أحب هؤلاء الذين يفرحون بمقعد مكتب جديد. هل هي شركة؟ ربما، وربما هي شقة من الطراز الذي يصر رب الأسرة على أن يحتفظ فيها بمكتب. رحت أتأمل النوافذ الأخرى، وهنا رأيت ذلك الرجل يتشاجر مع زوجته في خلفية غرفة نوم تقع تحت مستوى بصري نوعا. لم أسمع حرفا، أو ربما كان هواء الليل يقذف لي بصوت لا أميزه. كانت مشاهدة قوية تطورت بسرعة إلى صفعة على وجهها، ويبدو أنها صرخت في هستيريا، ويبدو أنها صرخت في هستيريا، لأن الصرخة بلغتني. طبعا لا أستطيع مساعدتها، لأن البيوت أسرار، وما يحدث بين الرجل وزوجته يجب أن يبقى بين الرجل وزوجته. هي لم تطلب عونا، فلن أعرض العون قائلا إنني كنت أتلصص. قررت أن أدخل الشقة، وأعددت لنفسي بعض الشاي مع الشطائر، ورقدت على الأرض على الملاءة التي صارت فراشي وتناولت عشائي. أخيرا أغلقت النور ونمت. في الثالثة بعد منتصف الليل نهضت، لأن كل عظمة في جسدي كانت تؤلمني. ذهبت للحمام ثم عدت وأنا أحمل هم الرقاد فوق أداة تعذيب محاكم التفتيش هذه. هنا حانت مني لمحة إلى النافذة في البناية المواجهة إياها، كانت مضاءة، الكادر كما هو، والمقعد يخفي معالم من يجلس، وظهره لي على كل حال، لكن لماذا يجلس إنسان إلى مكتبه في الثالثة بعد منتصف الليل، ما لم يكن نيوتن؟ كنت في الظلام ولا يراني أحد، لذا وقفت فترة أكثر من اللازم. إنه يكلم شخصا ما، هناك من يقف أمام المكتب لكني لا أتبين ملامحه. الشخص الذي يتكلم يدور ليواجه النافذة ويخفي الجالس، لا يراني وإن كان ينظر نحوي مباشرة، أعتقد أنه امرأة. فجأة رأيت الجسم المدبب في يده أو يدها، يخرجه ويتأمله لبعض الوقت كأنه يحزم أمره، بينما ظهره لظهر الجالس على المقعد، ثم يستدير بسرعة ويغمد الجسم المدبب في الجالس. مسرح إيمائي ممتاز جدا، لا يختلف عن مسرح النو الياباني في شيء. كان شعر رأسي قد انتصب متصلبا، أغمضت عيني وفتحتها. نحن لا نمزح هنا. يبدو أن كلامي عن فيلم النافذة الخلفية كان أدق أكثر من اللازم. يبدو أن القاتل أو القاتلة وجد جثة ممددة على الأرض الآن. إنه يقف عند النافذة يستجمع أعصابه، ينظر إن كان هناك فضوليون في الخارج، ينظر لي، لكني أعرف أن الظلام دامس عندي، ومن المستحيل أن ترى شيئا. ظل يراقب الخارج للحظات ثم حزم أمره وأغلق النافذة، طبعا ليتخلص من الجثة. هل أبلغ الشرطة؟ عن ماذا؟ قد يكون كل ما رأيته رقصة ظلال. جربت التلصص ذات مرة في طفولتي، ورأيت قصصا بوليسية وجاسوسية كاملة، ثم عرفت أن السبب هو رقص الظلال مع إرهاق نظري وتوقد ذهني. هناك قصة للمنفلوت يرى فيها شابا سقيما من النافذة، ولكن المنفلوت يرى كل شيء لدرجة أنه يقرأ الخطاب الذي يكتبه الفتى، وعندما يسقط الفتى يدخل المنفلوت شقته لينقذه، لا تعرف بأية معجزة. تلك القصة التي أشبعها العقاد والمزن سخرية وتهكما عندما راح يطلقان مدافع الديوان على الأدب التقليدي. لكن من أنا والمنفلوتي؟ أنا رجل ضعيف البصر يراقب أحداثا تقع في الجهة الأخرى من الشارع.
في الصباح قصدت تلك البناية، فسألت البواب عما إذا كانت هناك شقق خالية في البناية. أكد لي في ثقة أن هناك شقتين في الطابق الخامس. الخامس هو الطابق الذي أتكلم عنه. سألته عن شقة تطل على الشارع الرئيس، فأكد لي أن واحدة من الشقتين تحقق هذه المواصفات، لكني متأكد من أن هناك سكانا أراهم أحيانا. نظر لي في لوم وقال: هل تتوقع يا بيك أنني لا أحفظ كل ذبابة تدخل هذه البناية أو تخرج منها؟ طبعا الشقة خالية. شاكرته كثيرا وابتعدت. ثمة احتمالان: الاحتمال الأول أنني مخرف كبير، وهذا الذي رأيته ليلا تلفيق ناجم عن الخيال والنعاس ووهن البصر. الاحتمال الثاني أنه لا يعرف، وقد اعتدت أن من يتكلمون بثقة لا يعرفون شيئا على الإطلاق. على كل حال ليس في يدي ما أفعله سوى أن أواصل المراقبة. لو أبلغت الشرطة أمس لكان موقفي في غاية السوء، لكن النافذة لم تفتح قط منذ ذلك الحين، وأعتقد أن سكان الشقة تركوها. لو كان ما رأيته صحيحا فقد غادرت الشقة حقيبة كبيرة أو مجموعة من الأكياس البلاستيكية. سوف يجد أحدهم في قمامة قريبة أجزاء من جسد بشري مجهول ملطخة بالدم. رحت أطالع الصحف على مدى أسبوع بحثا عن شيء كهذا فلم أجد. عدت أمارس حياتي، والخبر الجميل هو أن هؤلاء النصابين الذين ينهبون مالي ووقتي قد أنهوا مهمتهم وخرجت من سجني. صارت الشقة جميلة فعلا، وبدأت مراحل نقل الأثاث. قالت لي زوجتي وهي تفكر في عمق: سوف آخذ حجرة مكتبك لتصير غرفة الأولاد. لا أعتقد أنه يضايقك أن تنقل المكتب لغرفة الأولاد. إنها قبلية، سوف يقتلني الحر. لا تنسى أن هناك جهاز تكييف. هناك في غرفة الأولاد، حيث اعتدت أن أقيم وأنام على الأرض أثناء عملية الدهان. كان ذلك الكهربائي يقف على سلم خشبي يثبت بمعاونة صبية ثريا برونزية عملاقة. قلت لزوجتي وأنا أرمق هذه الثريا: قبيحة جدا، من أين أتيت بها؟ قالت في كبرياء: بل هي تحفة فنية، لكن الرجال حمقى. كنت قد ابتعتها من ضرب البرابرة قبل الزواج ولم نعلقها. ظلت ملفوفة كل هذه الأعوام، وأرى أنها ستكون جميلة في مكتبك الجديد. تنهدت: الزوجات يعرفن جيدا ما سيروق لك وما ستحبه، ولا تستطيع الاعتراض. دخل حمالان مفتول العضلات ينقلان أجزاء مكتبي إلى الغرفة. بينما راحت زوجتي تحمل لفافات السجاد التي ستفرشها، بعد قليل عاد العاملان يحملان مقعدا عملاقا غريب الشكل. ما هذا؟ مقعد مكتب جديد بدلا من ذلك المقعد الحقير الذي تجلس عليه. يخيل لي أنه مقعد مسروق من غرزة شعبية. رحت أراقب المقعد. لقد وضعوه بحيث صار ظهره للنافذة. المسند غريب الشكل، عال جدا، يذكرك بمقعد قائد طبق طائر في فيلم خيال علمي. نظرت للثريا، للمقعد، لجهاز التكييف. كل هذا مألوف، مألوف جدا. وفتحت النافذة ورحت أنظر إلى البناية المقابلة عبر الشارع. لم تكن نافذة إذن، نحن نتكلم عن مرآة. مرآة تريك ما سيحدث في الغد. هناك شخص سيقتل وهو جالس على هذا المقعد وهذا المكتب. سيتلقى طعنة في مؤخرة عنقه. لا أعرف من سيفعل هذا، لكنه سيحدث. لقد صار المسرح معدا. ولو تلصص أحد علينا من البناية المقابلة لرأى ما رأيته أنا في تلك الليلة. إن لغزا رهيبا يحيط بتلك الشقة، ولا شك في هذا. هنا سمعت صوت أحد الحمالين يسأل: هل نبدأ بتجميع المكتب يا أستاذ؟ قلت في حزم وأنا أخرج من الغرفة: لا،
لا أريد هذا المقعد القبيح، سأعيده للبائع أو أحرقه. لا أريد أن يكون مكتبي في هذه الغرفة، لا أريد ذلك بأي ثمن. نظرت لي زوجتي في دهشة باعتباري قد جننت أخيرا. استدرت لها وقلت بلهجة آمرة: وكذلك هذه الثريا، لا أريدها، سأغادر البيت لمدة ساعة، وعندما أعود أتوقع أن لا أجد شيئا من هذا كله. لست من الطراز الدكتاتور، لكن المرأة يحتاج لهذا أحيانا عندما يتعلق الأمر بحياته ذاتها. تمت بحمد الله.